جس هو از باك. تعال معانا هنا، تعال نسوي سيلفريتنج. دقيقة، ايش معناها بالانجليزي؟ سيلفريتنج بارتي من الاخير. تعالوا هنا او هيصة، ها هنا ما ترى زيتو، ترى مو خراب، لا تخافون يعني. تعال عم، ايش فيش؟ خافيت انت؟ تعال. الله حلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي، برنامج الليلة مع تي ال او او ال اي 77 ثلاث ساعات قصدي المالكي. كيفكم؟ ترى ليش ساحب اسبوع كامل؟ ساحب اسبوع كامل قاعد اسوي الغرفة هذه، بنيتها بلوكة بلوكة، حجرة حجرة، حتى البلاط، البلاط اللي انا واقف عليه الحين قصدي جالس، انا اسوي بني، انا يبني هو. ايش انت حاسب؟ انا في يوتيوبرز كل اسبوع مقطع، وانا في اسبوع كامل سويت هذه الغرفه كامله، ها ضربت البويه بيدي، انا مكيف هذا اللي تشوفون انت، ايه تشوفون انا مكيف، انا دخلته هنا جبته، هذا انا صنعته كامل، هو شكله اهبل جاي كذا ما ادري ايش عزبت، انا سويت كل شيء، وهذه شاشه ما شاء الله كبيره مره 75 بوصه، انا صنعتها بنفسي، مو بس اشتريتها من اكسترا، لا صنعتها. هذه 8 مليون لمبه 4K HDR خلال غيابي لمدة أكثر من أسبوع، يمكن 9 أيام أو 10 أيام، سمعت أن في واحد يتكلم عني. المايك لكم فصل، خربت؟ ما خربت؟ شغال يا شباب المايك ولا إيش؟ أزبد، خلال الفترة هذه في أحد يتكلم عني، وأنا إنسان أنا أجيب حقي بيدي، أضرب أضرب كذا فنش طرف. الزبدة عبود الكيبل هذا هو اخته الزعبة قاعدين يتكلموا عني، انا ما ارضى بالشيء هذا. انا صح انه حلفت اول المقطع اللي فات، ها حلفت قلت والله ما يسوي، ابصوم ثلاثة ايام بس ارد حقي اشوف ايش قال عني، كيف تقطق عليه، كيف هذا يتقطق عليه، هذا فونتر ذا يتقطق عليه، كيف كذا. وقبل ما نبدا هذا الفيديو لا تنسى تسوي لايك واشتراك وتفعل زر التنبيه، زر التنبيه اهم من الغرف التي تبنيها، زي هذه غرفة انا ابني غرفة مال انا، انت لازم يبني غرفة مال انت بزر التنبيه. انت دحين انت قد ضغط زر التنبيه اللي عندي، جربت ولا ما جربت؟ الزبدة خلونا ندخل ونشوف الفيديو حق الفنطل هذا ونشوف ايش قال عني عن عمه طلال. طلال اح والله السلك طلع قصير، دفعت فلوس يا طلال في كل شيء الا هذا، ما دفعت فيه فلوس، لازم اشتري سلك اليوم. الزبدة خلنا نسوي زي كذا، ايوه كذا خلاص، يلا نشوف الفيديو. ابي اتيكن مع اختك ممكن؟ 0591111 تكلم عني، قال كلام زي كذا يا انت حرام، حتى ما في حرام الحواجب هذه في وجهك يا ابن معكم الكيبل العبودي وعيش ستارز، واليوم جايبين لكم مقطع جديد. اليوم المقطع عبارة عن راح نقرأ تعليقات المتابعين، اقسم بالله تعليقات ترفع الضغط، مو بس ترفع الضغط. اظن نطمن طمن طمن كلمة عيوش كيفك؟ اسبوع اكثر من اسبوع ما اشتكتيري، you don't miss me او you are miss me if you miss me please no send direct انستغرام. ايوشا كيفك؟ اغرب تعليقات تشوفونه في السوشيال ميديا، والله ما تحصلون التعليقات هذه الا عندنا. ايوه والله ما ادري ليه تعليقات والله ما ادري ليه، مو منك من القلب اللي في راسك، انا موجود شوف في قلب هنا في شعره، ايش قدم 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 والله اخوان فناطل راح تنصدم. شوفوا هذا يقول طلولي لازم يشوف المقطع، والله هذا انسان فتان. اص هذول متابعيني عاد تتكلم عنهم كذا، لا ارمي جدك بالماوس الحين، ايش قصدك انت تقول فتاني عن ماي فولورز؟ ما في كلام زي كذا يا قليل يا قليل يا قليل المتابعين، لا تتكلم عن متابعيني لايك ذس. ماسكه معي انجليزي من اليوم، فاخذ دونت ايش تبغى؟ امزح ترى امزح. ايوه حسب تمزح لانك انت تخاف مني، تخاف من المتابعين، اذا متابعين يخوفوك انا ايش؟ انا اكل اختك. امزح. هذا يقول
بالله سوي تحدي تفسيخ وانا اول الداعمين لك واصل تحدي. انا بالنسبة لي انا اؤيد الفكرة هذه، اؤيد التحدي. اذا ما عجبكم التحدي وما سويته، نبغى تحدي غمض وجلد ولا اي تحدي كذا يعني. مو ما ينفع نشوفه نشوفه ما يعني. طيب تكفون يا شباب، سوينا تحدي يوغا. لا لا و 2000 لايك. لا لا هذا ابى اعرف عيوش ايش قالت. لا تكفى صرف الموضوع تكفى انت، ما ينفع ما اقدر افسخ انا اليوم. يا ولد بجيب العيد انا اليوم في المقطع هذا، ايش فيه يا عمي؟ اي اللي بعده. مقلب تشيل حجاب ابوك. ابوي يشيل حجاب شلون؟ ابوي هو رجال، شلون يشيل حجاب؟ ما فهمتها، لان هذا دقه في الرفرف. يصل عليكم متابعينا، روحوا اكتبوا كلام زي كذا غريب، خلوه يستغرب. هو مسوي نفسه مجنون بس. انت مين عند الباب؟ نقدم مقلب مقطع نشوف. ما تتكلم عن عمه طلال العم، ياكل الذبيحه ولا يهتم. ان شاء الله تغربين، ترى حنا في 2020 الحين. خمسة آلاف فوق 5000 لايك، فوق 5000 تخيلوا. يعني هذا علق و 5000 شخص، تخيلوا 5000 واحد قدامك. يا الله شو الهرجة البيض هذه؟ 5000، خمسة ألف، يعني مو ألف واحد، خمسة، يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وفوق 11، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 فوق 5000. قد المقطع الهرجة البيض هذا حقتك. والله هرجة هذه ما افتحها في بقالة كمان. يا اخي اقسم بالله الحمد لله، يعني ما احنا محتاجين فلوس مره، الخير واجد الحمد لله. يعني وتقول تطلع لي والله لا اشتريك واشتري خلاص معليش. طيب بما انكم فتحتم موضوع الفلوس، خلونا نفتح موضوع ثاني. بما انه التصوير حقهم زي الزباله، شايف انا في كاميرتين فوق، ايش رايكم نتصور بواحده منها؟ فكونا من كاميرا الجالكسي هذه يا عم، اقسم بالله. والله انا زعلت من جد، والله طعمه حلو. هذا يقول سوي تحدي يوغا مع اختك وشوفوا. ترى سوينا تحدي يوغا وشوفوا اللايكات. روحوا شوف الرابط في الديسكريبشن، الرابط تحت في الوصف. شوف من جدهم سووا تحدي يوغا. اسمه خلينا نقدم مقطع بشوف ايش قالوا عني، بعدين بشوف اليوغا هذا. لازم اشوفه والله. هذا يقول طلوا لي 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 طلوا. اها هذا تدرون ايش اقصد؟ يا الله طلوا لي، يا الله طلوا لي. يا اخي مره ضحك. ليه تسلك يا عيوش؟ عيوش احنا كان بيننا قصة، كان بيننا لوف ستوري. ليش انت تضحكين على الكلام هذا؟ عيوش كلميني، صارحيني بالكلام اللي بيني وبينك. ايش هذا؟ ليش تضحكين؟ انت مبسوطة بالكلام اللي قاله؟ ايش قال غير؟ طلولي طلولي لهالدرجة ما دورت زلة علي؟ ياهو سبتوا كل الغروج هذا في النهاية؟ قالتوا ايش؟ عبودي. الله يقرفك يا شيخ، مو منك، من القلب اللي في دماغ اختك هذا. يا عمي اطلع من المقطع وريني فين مقطع اليوغا، وينه؟ مو حاطه في الديسكربشن. اوه دقيقه بدخل قناته، ابغى مقلب مقطع اليوغا فينه؟ ما في مقطع اليوغا، وينه؟ كنت متحمس ابغى اشوفه. قهر. انا اوقف المقطع الحين، نشوف الأسئلة الجميلة التي أتت منكم. دحين نقرأ الأسئلة، ها نشوف الأسئلة اللي كتبتوها لي. فديتكم، فديت المتابعين، فديت يا رب قلوبكم يا متابعيني. واحد يقول يا ناس ذا وينه؟ هذا رجع. He is back. I am back. أنا باكيت الحين، رجعت. وهذا كيفكم؟ عشتك دوري؟ لي أمي قاعدة ترسلي تقول لي غدا.
ناخذ سؤالين زياده وننزل نتغدى ورجعنا مره. واحد يقول ليش لك اسبوع ما نزلت؟ قلت لكم بدايه الفيديو انه انا بنيت الغرفه هذه من يدي وعرق شريني. سؤال اخير يقول تحب باتمان؟ تقدر تلبس ثياب وتسوي روحك باتمان حق فيد حق الضحك بس. ايش قصدك بالكلام هذا؟ هل انا هذا نكته بالنسبه لك؟ مهرج؟ قصدك ان انا مهرج صح؟ لا لا قول قول هذا كلام مو مسموح عندي هنا في الكومنتات، مو مسموح انك انت المقطع الجاي بلبس لك باتمان ولا يهمك. هذا مشاهد انسوا لايك سبسكرايب شير، كان معكم طلال وطلول لثلاث ساعات، نشوفكم ان شاء الله في المقطع اللي هو بكره. كل يوم فيديو خلاص سوينا استديو كل يوم فيديو. رجعنا الموية المجارية، خلي اللي فيها مكفيها كومنت لايك اشتراك الكريم اللي بديها، كل يومين فيديو فيها او تانكس ماما سيتا ما يحتاج بسوي لايك، لو تبغى تتحول شيتا